السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي كيف داير نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال مرحبا بكم معي في فيديو جديد غادي نشارك معاكم هاد سير أو كيك فلو كراميل كيجي رائع سهل التحضير بقاو معايا تشوفوا الطريقة ديالي كيفاش كنحضرو خطوة بخطوة حتى الاخير إن شاء الله شكرا لكم بزاف بزاف على التعاليق اللي كتفرحني وكتشجعني كتر وكتخليني نعطي كل ما عندي بسم الله على بركة الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد أول خطوة عندي كاس سكر سنيدة حطيته في طنجرة أو في كسرونة على نار مهيلة نخليه حتى يرجع كراميل صافي وكنحاول نخلط غير باليد الكاسرونه الا آه معلقه الكراميل غادي يتحجر وما غاديش يصدق كيف بغيت انا غادي نعس الليمون في الكراميل انا طافيه النار ولكن الكراميل سخون كنحط فيه الليمون وكنحيدو نحطو في الطبصيل حتى الاخر وغادي نخليه للتزيين حتى الاخير وتشوفوا معايا غادي نعسلو كامل ونخليه والكراميل اللي يبقى عندي هو اللي نستعمل في المول ديال الكيك صافي كما كتشوفوا معايا يمكن لكم تستعملوا اللي متوفر عندكم يعني تفاح والكراميل اللي بقى عندي انا اختاريت هاد المول اصلا هو اللي متوفر عندي هذه هي الطبقه الاولى د الكيك كيف تخويوه في المول غادي يجمد ولكن ما تخافوش عادي ثاني مرحله مرحله الفلو عندي جوج كيسان د دل الحليب ثلاثه البيضات نصف كاس سكر سنيده معلقه الخل وقشور حامضه او ليمونه وكيس فانيلا غادي نخلط كل شيء في نفس الوقت جوج كيسان الحليب عامرين ما يعادل نصف لتر وزت فانيلا معلقة الخل سكر سنيدة كيبقى حسب الذوق حتى هو قشور حامضة جوج كيسان الحليب باردين غادي نخلط مزيان كما كتشوفوا في الخلاط الكهربائي وغادي نخوي الخليط فوق الكراميل وغادي نحطو على جانب حتى نحضر الكيك كما كتشوفوا معايا بالنسبه للكيك عندي جوج بيضات عندي نص كاس سكر سنيده عندي نص كاس ديال الحليب ونص كاس زيت نباتيه وقبصه ملح جوج معالق د الكاكاو وجوج ساشيات خمارة الحلويات بالنسبة للدقيق حسب الخليط خلط كهربائي ضفت ثلاثة البيضات سكر سنيدة نص كاس والملح وغادي نخلطهم مزيان كما كتشوفوا معايا وغادي نزيد نص كاس زيت نباتيه نص كاس الحليب صافي كما كتشوفوا معايا غادي نخلط دابا بيدي الدقيق والكاكاو بالنسبه للدقيق حسب الخليط مع برد شحال ضروري ما, ما نغربلو الدقيق وبودره الكاكاو وغادي نزيد جوج كيس خميره الحلويات نخلط مزيان بالخلاط اليدوي كما كتشوفوا معايا صافي هذا هو القوام اللي بغيت نحصل عليه باش الكيك يجي خفيف ويجي مهوي تخليه شويه خفيف غادي نزيد الخليط الكيك فوق الخليط الفلو عادي ما تخافوش واخا يجي على هذا الشكل سبحان الله من بعد ما كيطيب كي في الفران كل طبقه كتجيب بحدها طبقه الكيك طبقه الفلو وطبقه الكراميل ويطيب في حمام مائي على درجه 180 درجه تسخنوا الفران شويه من بعد دخلو ويكون شاعل غير تحت وخلوه يطيب انا تقريبا خضالية آه ساعه في الفران كما كتشوفوا معايا من بعد ما جبدته من الفران قلبت بموس صافي الكيك طاب من الاحسن خليوه يبات ليله كامله انا ما خليتوش بات ولكن حيت بغيته في نفس الوقت او خليوه في الثلاجه ساعتين او ثلاثه السوايع من الاحسن انا كنت بغيتو في نفس الوقت ولكن ماشي مشكل كما كتشوفوا معايا الليمون اللي كنت عسلت في الكراميل هو اللي زينت به الكيك جا على هذا الشكل والكراميل اللي بقى ليا حتى هو الليمون كما كتشوفوا وهذا هو الشكل النهائي للكيك ديالنا نتمنى يكون عجبكم ونكون خفيفه على قلبكم وما تنساونيش من اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس فضلا وليس امرا بالصحه والراحه نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله في رعايه الله وحفظه